اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونمو. تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم. خلال 6 أشهر تجارة الإمارات الخارجية غير مفطية تحقق أرقاماً تاريخية تتفوق على الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات المنطقة. حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري وصل إلى مستويات قياسية جديدة عند حوالي 380 مليار دولار. وإذا عرفنا أن الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا أكبر اقتصاد في القارة تصل قيمته إلى 400 مليار دولار، فالإمارات وصلت إلى قرب هذا الرقم في 6 أشهر فقط وبدون النفط. ما تقوم به الإمارات يشبه المعجزة الاقتصادية، فتجارتها الخارجية اقتربت من 1.4 تريليون درهم خلال نصف عام فقط بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، وهدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية العام الجاري. تلك الأرقام تؤكد أن الإمارات أصبحت قريبة من تحقيق مستهدفاتها بوصول تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم سنوياً بحلول عام 2031. تلك الطفرة في اقتصاد الإمارات تحققت بعد جهود طويلة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، حتى أصبح القطاع غير النفطي يشكل حالياً نحو 74% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. تحققت تلك الطفرة في القطاع غير النفطي عبر شراكات استراتيجية مع العديد من الدول، إضافة للتشريعات المرنة التي جعلت الإمارات وجهة للاستثمارات الأجنبية، حتى أصبحت الأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 30 مليار دولار في 2023، متفوقة على أكبر الاقتصادات العربية. رؤية استراتيجية ثاقبة وخطط اقتصادية قائمة على تنويع الاقتصاد والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد أسهمت في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وفتحت لها الدخول من الباب الكبير لعصر ما بعد النفط. وسوف نستمر في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال.